بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنحيي ضيوفنا الاعزاء، ده شرف لينا يبقى معانا الكوكبه دي كلها. ده اول تعامل وتطوير لقناه مصر الاولى، القناه الاولى. احنا طبعا دي بداياتنا لسه، احنا بنتكلم فيها وباذن الله هيعقبها مجموعه قنوات اخرى، وهيبقى فيه مزيد من التعاون مع وكالات الاعلام والاخبار اللي هم يعتبروا من الصروح الاعلاميه والاعلانيه والصحفيه طبعا في هذا المجال. وطبعا لينا الشرف اللي احنا يبقى بدايات المؤسسات الحكوميه في تضافر الجهود والتعاون مع بعض في مثل الاعمال الاعلانيه اللي احنا بنبتديها، وان شاء الله مزيد من التقدم باذن واحد احد. وطبعا كلمه للسيد رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه اللي مشرفنا النهارده الاستاذ كرم جبر. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا معنا وجود اعراب الاخبار القناه الاولى، يعني مثلث الاعلام القادم، مسلسل الرعب، ثلاثه تقال يعني اعراب الاخبار دول، يعني دره الصحافه القوميه المصريه. الاثنين بيعمل فينا يا حكومه امكانيات بشريه وامكانيات ماديه. جنبهم القناة الأولى اجتمعوا الثلاثة مع بعض، فإحنا طبعا بننتظر المحتوى، بننتظر كيان إعلامي كبير، كيان عملاق يتوائم مع إمكانيات الكيانات الكبيرة الثلاثة اللي بينضموا مع بعض. طبعا هي التجربة بتحصل لأول مرة في الإعلام، إن الصحافة القومية تتعاون مع التلفزيون، والاثنين هما الاثنين مع بعض دول ضمير المجتمع المصري والحارس الامين على القضايا الوطنيه المصريه. الناس كلها مستنيه هيعملوا ايه دول مع بعض، وهم ينضموا مع بعض، ايه المحتوى الاعلامي او ايه الشكل الاعلامي اللي هيظهر. اتمنى من ربنا يعني تكون على مستوى هذه الثقه وتطلع فعلا يعني القناه الاولى مع الاخبار مع الاعراف دون كيان قوي يقدر ينافس في الاسواق ويقدر يعيد الاعلام الوطني المصري اللي فقد جزء كبير من مساحته وسط الراي العام، يرجع يبقى رقم واحد لحد رقم خمسه، وبعدين تيجي الكيانات الاخرى. التعاون بين الاهرام والاخبار او الاخبار والاهرام مع الهيئه الوطنيه للصحافه دي رساله للمجتمع المصري، ان الاعلام القومي المصري المرئي والمسموع والمكتوب قادر على انه بالتكامل انه يحقق اللي بيطمح اليه المشاهد المصري والمشاهد العربي. ما عندناش رغم الصعوبات الاقتصاديه لما نقدر بامكاناتنا، هي بالتاكيد اكبر من امكانات حط الاهرام والاخبار مع المسبيرو، اكبر من امكانيات اي مؤسسات اخرى. عندنا هنا ثروه بشريه موجوده في تلفزيون مصر هي اللي بتدير كل المحطات الخاصه. ولاد مسبيرو هم كل المحطات قائمة عليها، الأهرام والأخبار كل الصحف الخاصة رؤساء تحريرها كانوا من ولاد، سواء الصحف الخاصة أو الحزبية، من ولاد المؤسستين. بأمل إن شاء الله كمشاهد إن أنا ما أقلبش على القناة الأولى، وبأمل كمهتم بالإعلام الوطني المصري إن فكرة إن أقدم محتوى محترم لا تتنافى مع فكرة إن أنا أحقق عائد اقتصادي يغطي تكلفة هذا المحتوى المحترم. دي خطوة أولى، وزي ما قال حسين بيه احنا عندنا خطوات أخرى في محطات تلفزيون وفي محطات إذاعية مملوكة لمسبيرو، وإن شاء الله هنعمل طفرة، وهذه الطفرة هتكون إن شاء الله مربحة للجانبين. احنا بنؤسس لأول تحالف ما بين مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم. أول تحالف من نوعه يمكن اتأخر شوية، لكن ده شيء عظيم أن يظهر إلى النور إن إحنا عندنا مؤسستين عملاقتين. مهم جدا إن يبقى في شكل من أشكال التحالف بينهم في ظل سوق ضخمة وسوق لا ينفع فيها إلا الكبار فقط. أتصور إن هذا التحالف هيبقى بداية إن شاء الله ومؤشر مهم لما يمكن ان يكون عليه المستقبل
سواء مستقبل الصحافة أو مستقبل الإعلام، لأن إحنا كنا نفتقد الزراعة الإعلامية الممثلة في التلفزيون، فأصبح الآن لدينا قناة تلفزيون، بمعنى أن إحنا أصبح لدينا الحق الحصري في التمويل والإعلام الخاص بهذه القناة. ده شيء مهم جدا أن إحنا يبقى فيه نوع من التكامل ما بين الوسائل الإعلامية، مؤسسة ضخمة كالأهرام ومؤسسة ضخمة كأخبار اليوم، إضافة إلى القناة الأولى في التلفزيون المصري اللي هي أهم قناة في التلفزيون. أظن ده هيبقى حدث مهم جدا وهيبقى حدث مؤثر في تاريخ الإعلام بشكل عام. استاذ عبد المحسن، طبعا طبعا طبعا.